يومي السعيد منظم وجميل. عندما أستيقظ من نومي أغسل وجهي وأتوضأ وأغسل أسناني، ثم أصلي وأتناول إفطاري بهدوء ونظام، وأساعد ماما في إعادة الأطباق إلى المطبخ، ويأتي ميعاد الورد اليومي من القرآن والأذكار مع ماما وبابا، ثم نلعب ونمرح، وأقوم بجمع ألعابي عندما أنتهي من اللعب، وإذا اتسخت ملابسي أضعها في المكان المخصص، فأنا أحرص دوماً على نظافة ملابسي، وأساعد ماما في الحفاظ على نظافة البيت، وأحافظ على نظافتي الشخصية، ودائماً أمشط شعري وأقص أظافري، وأرتب سريري وغرفتي، وأنام مبكراً بعدما أديت فروضي وأرضيت أمي وأبي. أتمنى لكم يوماً سعيداً. شكراً للمشاهدة. نتمنى أن تكونوا استفدتم معنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.